عندنا الأندية المصرية بتساند المنتخب الشباب لما بيكون فيه يعني تواصل ما بين الجهاز الفني كابتن ربيع ياسين وأندية في الممتاز، إنهم يكونوا بياخدوا مباريات مع منتخبنا. هقول لفاتك العكس، هم اللي عايزين. لا، كابتن ربيع هو اللي بيساعد الناس دي يعني. بالعكس، الكابتن ربيع لما احنا رايحين بطولة شمال أفريقيا، والكابتن حلمي طولان طلب ان في 2 لعيبة، كان في ام بي في مشاكل، فالعلاقه بين الوديه او الكابتن ربيع بيروح لهم، خلي بالك بيروح للانديه. في 2 لعيبه من نادي ام بي من معانا هيلعبوا ماتش الزمالك واحنا رايحين بطوله عربيه. الكابتن ربيع بكل هدوء قال له لا، مصلحه الولد اهم، ودي لما يلعب الولد فريق اول بتيجي في الاخر ليا. لا، سحب 2 لعيبه اساسيه جدا، واثنين في ام بي وواحد في سموحه. الكابتن ربيع سابهم، ما خدناهمش معانا، في بل بالعكس في لعيب في نجوم المستقبل وده قسم ثاني جه لعب معانا ماتش ورجعناه مصر، لعب ماتش مع نجوم المستقبل، وبعد ما لعب الماتش جبته تاني معانا. لا، كابتن ربيع متواصل جدا مع المدربين ومتواصل جدا مع اللعيبه اللي بتلعب مع الفريق الاول، متواصل معاهم ويقول للولد طول ما انت بتلعب وبتاخد محاك اعلى انا المستفيد. لا، ما بيعاندش ولا اي حاجه خالص. والانديه لما بيكون الكابتن ربيع عايز منتخب الشباب يكون بيواجههم بيكونوا مرحبين. لا لا، ما فيش مشكله خالص. لا لا، كابتن ربيع لو في اي مشكله هو بيتدخل مع الاجهزه الفنيه وبنحل. لحد دلوقتي الحمد لله ما عندناش مشاكل. ربنا ما يجيبش مشاكل. الموضوع ان شاء الله كله اصلا السبب بتاعه ان احنا يكون عندنا المرحله ديت تكون قويه، اعتقد ان هي مهمه جدا. هو بيلعب الدوري ليه؟ هو بيلعب الدوري ليه؟ عشان المنتخب. الانديه الدوري الممتاز بتلعب ليه؟ عشان المنتخب الاول وعشان المنتخب الاولمبي. فلازم الناس تعرف ان انت بتطلع لعيب مش عشان النادي، عشان المنتخب، عشان مصر. فالولد لما بيلعب منتخب مصر، مصلحه البلد فوق اي حاجه.